ستقلب الطباعة ثلاثية الأبعاد المقاييس قريباً في مجالي الصناعة والطب، ويعمل المصممون أيضاً على اختبار قدراتها في عالم تصاميم المجوهرات والمصابيح ولوازم الأجهزة الخلوية الإضافية. ولكن كيف تعمل آلة الطبع الثلاثية الأبعاد؟ يتعين عليك أولاً تصميم نموذج ثلاثي الأبعاد على جهاز الكمبيوتر. في المرحلة التالية تتوفر طرق عديدة للطباعة، إلا أن جميعها تستلزم بناء الطبقات. ومع التقدم في مراحل الطباعة من الأسفل وإلى الأعلى، يبدأ الجسم باتخاذ شكله النهائي. والطريقة الأسهل هي طباعة البكرات التي تعمل تماماً كمسدس الغراء الصغير والدقيق. ففي هذا الإطار يسخن خيط بلاستيكي في أنبوب ويسكب كسائل على شكل طبقات. تستخدم هذه التقنية للآلات التي تباع في الأسواق العامة، فهي تعطي نتائج فعالة إلا أنها ليست غاية في الدقة. أما المحترفون فيلجأون إلى الطباعة ستيريوليتوغرافية، والتي تستلزم وضع طبقات من مادة الريزين التي تجمد فيما بعد بواسطة شعاع من الليزر، ويتكون حجم النموذج مع تراكم الطبقات. طريقة أخرى هي الصهر بالليزر، التي تستخدم فيها بودرة من المعدن، البلاستيك، السيراميك أو الزجاج، ويرسم الليزر كل طبقة على حدة. والطباعة ثلاثية الأبعاد تعمل على نطاق 10 ملم، وتتطلب ساعات لا بل أيام لإتمام العمل.